لتسليط الضوء على انعكاسات أزمة فيروس كورونا على الاقتصاد في العراق، معنا من عمان الأكاديمي والخبير الاقتصادي الدكتور خضير كاظم حمود. دكتور خضير، بداية مرحبا بك. العراق يفقد نصف إيراداته بسبب انخفاض أسعار النفط على خلفية فيروس كورونا بالتأكيد، يعني كيف ينعكس ذلك على الاقتصاد العراقي المتأزم أصلا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة ما يعانيه العراق ليس أمرا طارئا، وإنما هناك مشكلات هيكلية وحقيقية في الاقتصاد العراقي. والاقتصاد العراقي كما هو معروف يعتمد أساسا في موازنته على أكثر من 97% على النفط، أي أنه اقتصادا ريعيا تقوم الحكومة ببيع النفط وأخذ الأموال من جراء هذا البيع. وقد تم في هذا الإطار عدم الشروع بتنفيذ التطويرات المطلوبة والتحسينات التي يتطلبها الاقتصاد في المجال الصناعي والزراعي والسياحي والتجاري ومختلف المجالات التي ممكن أن تسهم بقدر أو آخر في تحسين الموازنات التقديرية للعراق منذ 2003 ولحد الآن. فأزمة الاقتصاد العراقي أصبحت أزمة هيكلية ومستمرة وليست طارئة. ثم جاءت الأزمة الأخرى التي تشكل منعطفا آخرا لمواجهة الحكومة التي لم تستطع أن تضع أي خطوة تنموية في إطار عملها من أجل خدمة المجتمع العراقي. نعم بالتأكيد، جاء طبعا فيروس كورونا الذي يعني أيضا أضاف ثقلا كبيرا على كاهل الاقتصاد العراقي المنهار بالأساس والمتآكل. كيف أسهم تفشي الفيروس بانخفاض أسعار النفط بشكل حاد؟ يعني أبسط ما أستطيع أن أتحدث عنه هو طلب وزير الصحة 5 ملايين دولار لغرض مواجهة الحالات الطارئة لكورونا، وهو مبلغ ضئيل جدا للعراق الذي يعتبر من الدول الغنية والذي كان يتمتع اقتصاده بمنعطفات انفجارية في تحسين المستوى الاقتصادي عموما، صناعيا وزراعيا وسياحيا وتجاريا وخدميا. إلا أنه في ظل الحكومات المتعاقدة والسياسات الرعناء التي جاءت بها هذه الحكومات نتيجة الجهل من جهة ونتيجة قيامها بتنفيذ أجندات ليست وطنية، أصبح العراق من الناحية الاقتصادية مثل ما ذكرتم دكتور، يعني الاقتصاد أو النفط، الاقتصاد في العراق هو اقتصاد ريعي يعتمد على النفط بنسبة 97% مثل ما تفضلتم، يعني هناك هبوط حاد في أسعار النفط وبالتالي تأثيرات على الاقتصاد العراقي. كيف ستنفذ الحكومة، يعني هناك يعني لا تنفك الحكومة عن الحديث والوعود بإطلاق آلاف الدراجات الوظيفية وكذلك المشاريع وغيرها، كيف ستستطيع تنفيذ كل ذلك وهي تطلب 5 ملايين دولار ديون أو قرض؟ هي في ظل هذه الحكومات التي لا تمتلك أي رؤية اقتصادية وأي بعد استراتيجي في معالجة الأزمات الحادة التي يعيشها العراق، أن تواجه المشكلات التالية: أولا الديون الداخلية والخارجية 85 مليار دولار، وهذا مبلغ متراكم على الموازنة، موازنة 2020.
موازنة 2020 هي ليست موازنة ذات بعد استثماري، وإنما يشكل لديها الجانب التشغيلي. ومن حينما أقول الجانب التشغيلي أقصد به المصروفات التي ترتبط برواتب وأجور الموظفين، و70% جانب تشغيلي، والاستثمار 30% غير محقق لأي هدف استثماري. ال70% من الجانب من جانب الموازنة التشغيلي تشكل الرواتب التي تدفع للمدراء العامين ووكلاء الوزارات والحكومات الثلاث، يعني أقصد بها الرئاسات الثلاث، الحكومة والبرلمان ورئاسة الجمهورية والقضاء. هؤلاء يأخذون ما يبلغ 67% كرواتب، إضافة إلى رفحة وهذه ما أطلق عليها الخدمة الجهادية. شكرا لك دكتور، نشكرك شكرا جزيلا ونعتذر منك لضيق الوقت. الدكتور خضير كاظم حمود الخبير الاقتصادي كنت معنا من عمان، شكرا لك.